حل الذكرى السادسه للفريق عبد المحسن كامل مرتجي، ومعايا على التليفون المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس خالد اهلا بيك وسعداء بوجودك معانا في برنامج الاهلي الليله على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا محمد واهلا بضيفك، انا متهيألي محمد اليماني. كابتن محمد اليماني بيرحب بيك. اهلا يا فندم، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا فندم؟ الحمد لله ازيك يا فندم. ربنا يخليك يا محمد. ممكن بس تعلي الصوت شويه عشان مش سامعكم كويس. انا مش سامع كويس التليفون. طيب كده سامعني؟ انا اعلي الصوت شويه كده، سامعني كويس؟ تمام كده. ازيك يا محمد؟ الله يسلمك يا باشمهندس ومنور الدنيا واهلا بيك. وطبعا النهارده بتحل الذكرى السادسه للفريق عبد المحسن كامل مرتجي، وذكرى طيبه لشخصيه عظيمه كانت في فتره من الفترات بيرأس مجلس اداره النادي الاهلي، وسبق وكان موجود في فترات مهمه جدا من تاريخ النادي الاهلي. يا باشمهندس خالد، اولا قبل بس ما نتكلم انا بس عايز ابارك لجماهير النادي الاهلي فوز النادي الاهلي النهارده في الباسكت، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا فريق الزمالك في دور ال 16 وفي كاس مصر، وان شاء الله باذن الله فريق الباسكت يحقق امنيات جماهير النادي، لان احنا بقى لنا فتره كبيره ما كناش بنحقق نتائج كويسه. ان شاء الله مع التدعيمات اللي عملها مجلس الاداره باذن الله تعالى تبقى يعني تكلل هذه المجهودات والتدعيمات باذن الله ببطولات ان شاء الله في المرحله القادمه كلها. طبعا بس كنتوا حاضرين الماتش، وكان واضح قوي الحماس للجميع بصراحه داخل صاله الامير عبد الله الفيصل. والله الحمد لله ربنا كريم، لكن طبعا زي ما قلت لك احنا يمكن احنا كنا جايين بقى عايزين متحمسين جدا زي ما قلت لك بعد مجلس الاداره ما الحقيقه حقق كل اللي كان عايزه الكابتن القدير المحترم المدير الفني كابتن اشرف توفيق، والحمد لله ربنا كريم. والحقيقه اول مره اشوف كده فريق الباسكت بتاعنا كده له شكل وله هيبه كده، والحمد لله ربنا كرمنا بالمحترفين اللي جبناهم والناس الجديده اللي جبناها، فربنا يا رب كده ان شاء الله كده يسعد جماهير النادي الاهلي في كل انحاء العالم كله بفرقها، سواء كوره سواء هاندبول سواء كل من يمثل النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد باذن الله. طبعا ذكرى الفريق عبد المحسن كامل مرتجي بالنسبه لك ذكرى خاصه، وتحب تقول ايه في هذه اللحظات يا باشمهندس خالد؟ خاصه النهارده كان ليك تويته طبعا الكل شافها الصبح، وذكرى السادسه والفريق مرتجي دايما دايما ذكرى موجوده معانا ودايما بنتذكره بالخير، وقصه كبيره ما بينك وما بين الوالد الله يرحمه في فترات طويله جدا خلال وجوده حتى كرئيس للنادي الاهلي، او خلال وجوده حتى داخل النادي الاهلي في فترات سابقه. بص طبعا يعني شوف انا نعمه كبيره جدا ان انا بحمل اسم مرتجي، يعني الاسم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب ان هو عمل خالد مرتجي. يعني الوالد بالنسبه لي كان قدوه وكان مثل، وكان حبه للنادي الاهلي هو اللي غرزه فيا، كنت بشوفه قد ايه بيحب النادي الاهلي وقد ايه يعني كان النادي الاهلي دايما هو اول حاجه في حياته واولوياته، فتربينا سواء انا او اخويا الكبير كامل او اختي اميره على حب النادي الاهلي، وانا يمكن انا اكثر واحد عشت معاه، انا كنت صغير يعني اكثر واحد عشت معاه وهو كان رئيس النادي الاهلي، كنت لسه صغير وكنت بروح بقى على النادي وكنت بشوف قد ايه ان هو يعني عنده انكار ذات، واتعلمت منه كتير ومبادئ النادي الاهلي. يعني الحقيقه انا يعني اما توفى والدي فقدت حاجات كتير، فقدت الحنان وفقدت السند، وزي ما قلت فقدت المشوره، لان كنت دايما بستشيره وباخد برايه، وكان دايما هو زي ما اقول الايقونه بتاعتي اللي انا كنت دايما بروح كده اما ابقى متضايق او اي حاجه اروح احط يعني راسي على صدره واقول له دلني قول لي اعمل ايه. فالحقيقه يعني بقى 6 سنين عدوا، يعني ربنا يرحمه ويرحم كل رموزنا، كمال بيه حافظ، كابتن صالح، عبد بيه صالح، كابتن عبد الصالح الوحش، كل رموز النادي الاهلي اللي توفت، وربنا يخلي لنا رموزنا اللي موجودين الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب، وربنا يا رب كده يجعل دايما النادي الاهلي هو اللي بيعلم الناس، وتبقى هي المنظومه اللي دايما من سنه 1907 ماشيه بمبادئ وبمثل. الحقيقه الواحد بيفتخر ان هو جزء بينتمي لهذه المؤسسه وهذا الكيان
المحترم، وربنا يا رب يجعلنا دايما عند حسن ظن الجميع، وان احنا دايما نشرف سواء جمهور النادي الاهلي او الجمعيه العموميه المحترمه بتاعت النادي الاهلي اللي شرفتنا ان احنا نكون موجودين ومسؤولين. فدي بالنسبه لنا زي ما قلت لك النادي الاهلي ده حياتنا وبيتنا، وربنا يقدرنا ان شاء الله ان احنا الفتره اللي جايه السنتين الجايين دول باذن الله نقدر نعمل حاجه تسعد جماهير النادي الاهلي وتسعد الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي واعضاء الكرام. الفريق مرتجي كان ليه جمله شهيره بيرددها دايما يا باشمهندس خالد، كان دايما بيقول عظمه مصر موجوده في النادي الاهلي، وبما انك طبعا يعني اكيد البيت كان يعني اكنه موجود في الاهلي، كل الاحداث وكل الامور داخل النادي الاهلي كنت عايشها في البيت وشايفها بشكل مباشر، وشايف اهتمام الفريق مرتجي والاسره بالكامل بالنادي الاهلي، وان النادي الاهلي بالنسبه لكم بيتكم الثاني. الامور دي تتكلم عنها وتقول ايه؟ والله شوف يعني انت من 1907 النادي الاهلي انشئ على الوطنيه، شوف مين اللي ترأس نادي الاهلي من ايام ما اسس النادي الاهلي لغايه النهارده، كلهم ناس عظماء. هي. مجلس اداره، احنا في وقت من الاوقات الوالد كان في فتره السبعينات كان بيسموه مجلس وزراء، ما كانش مجلس عادي، كان مظبوط اللي موجوده حاجه يعني شوف يعني انا يعني مش عايز اقول اسامي لان الاسامي لا تعد ولا تحصى، الناس اللي كانت شرفت او تشرفت بوجودها في اداره النادي الاهلي كلها ناس اسامي عظيمه يعني. ففعلا قول او مقوله والدي الشهيره اللي هو عظمه مصر موجوده في النادي الاهلي دي فعلا مظبوطه يعني. النادي الاهلي لما حصل ان في الفتره بتاعت الستينات لما حصل بعض الاخفاقات كانت قرار سياسي من رئيس الجمهوريه ان حد يمسك النادي الاهلي، لان بقى المود في مصر ما بقاش حلو لان النادي الاهلي ما كانش بيكسب. حقيقي. الحمد لله رب العالمين. الوالد كان معروف عليه ان هو وهو في الجيش كان اهلاوي جدا، وكان دايما ما بينه وبين المشير عبد الحكيم عامر رحمه الله عليه كان زملكاوي، فكان دايما بينهم زي كده مشادات. فلما ربنا سبحانه كرم الفريق مرتجي وجه سنه 65 ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الكاس سنتها، وبعد كده اما تولى في السبعينات جه بقى العصر بتاع العظماء السلامزه الكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر الشيخ وجمال عبد العظيم، وكانت المرحله الكبيره الحلوه اللي عاشها النادي الاهلي في فتره السبعينات، وانطلق بعد كده الحمد لله. وزي ما اقول النادي الاهلي حاجه كبيره قوي لينا كلنا، ويمكن لسه كنت النهارده بعد الماتش قاعد مع شويه بعض الاعضاء، الواحد فعلا بيبقى سعيد ان هو جوه النادي الاهلي. حقيقي. النادي الاهلي بيبقى فخر لينا كلنا ان احنا بننتمي ليه، وان احنا ما بالك بقى الواحد اللي هو يكون مسؤول جوه النادي الاهلي، ده مش فخر، ده فخر الفخر. حقيقي. انت تبقى مسؤول وتبقى دايما بتشتغل حبا في النادي الاهلي فقط وليس حبا في اي حاجه، زي ما بقول الكرسي مش هو اللي بيعمل البني ادم، البني ادم اللي بيعمل الكرسي، فبالتالي وجودنا في النادي الاهلي كلنا شرف كبير لينا، وربنا يقدرنا زي ما اقول ان احنا نحقق كل امال جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي الكرام في الفتره اللي جايه. رسائل مهمه وكلمات عظيمه يا باشمهندس خالد، بشكرك عليها، ودايما كده نتذكر رموزنا بكل خير، لان رموزنا جزء كبير من تاريخنا، ودايما التاريخ والماضي هدف للمستقبل والحاضر، ان شاء الله ان يكون النادي الاهلي دايما في المقدمه يا باشمهندس. شكرا يا محمد، وسعيد بيك، وسلامي لكل الناس اللي موجوده في قناه الاهلي، وطبعا مشاهدينا الكرام، والكابتن محمد اليماني يكرمك. الله يخليك يا باشمهندس خالد، بشكرك شكرا جزيلا، وعلى هذه المداخله الطيبه والرسائل الجميله والايجابيه اللي ذكرتها في هذا الحديث، وذكرى الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، كلام عظيم وكلام مهم، واجمل ما في هذه الاحاديث الرسائل الايجابيه اللي بتنم بالتاكيد على اهميه ودور النادي الاهلي في المجتمع المصري بشكل عام، ودور مشجعي النادي الاهلي والمسؤولين في